أهلا بكم من جديد. أظهرت دراسة طبية أن نسبة الإصابة بالسمنة في دول الخليج العربي تزيد عن 60%، وأن أكثرها انتشارا كان لدى النساء. كما أظهر خبراء السمنة أن الخطر الأكبر الذي يقبع وراء طبقات الدهون المتراكمة في الجسم هو خطر الإصابة بالأورام. المزيد في هذا التقرير من الرياض. أكدت دراسة أمريكية أن خلايا الأنسجة الدهنية التي تتمدد عند الأشخاص الذين يعانون البدانة تحفز نمو الأورام السرطانية، حيث يمكن أن تتحول هذه الخلايا الدهنية إلى أنواع متنوعة من الخلايا التي تقوي الأوعية الدموية التي تمد الأورام بالدم لتنمو. ويعتقد الباحثون بمعهد طب الجزيئات بجامعة تكساس أنهم توصلوا للسبب وراء التعقيدات الصحية التي يعاني منها مرضى السرطان من البدناء بالمقارنة بأقرانهم أصحاب الأوزان الطبيعية. وهنالك دراسات كثيرة موسعة أظهرت بوضوح أن هنالك علاقة بين البدانة ومعدلات الإصابة بالسرطان، مؤكدين أنه في كثير من الأمراض السرطانية ترتبط البدانة بسوء حالة مريض السرطان. كما عمد الباحثون في هذه الدراسة إلى محاولة تحديد كيفية تأثير البدانة على تطور السرطان. لبرنامج سيرتي، دانا دلقموني. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع وللتعرف على أخطار مرض السمنة أرحب مباشرة من الرياض بالدكتور عايد القحطاني. أهلا وسهلا بك دكتور عايد، استشاري جراحة السمنة والمناظير. أهلا بك وسعداء بوجودي معكم في برنامج سيدتي. أهلا بك دكتور. يعني من تعاملكم مع مرضى السمنة، هل هم على وعي فعلا بأخطار هذه السمنة وتأثيرها حتى على صحتهم؟ والله هم على وعي ان السمنه مشكله، لكن ما هم على وعي بالاثار اللي تسببها لهم في صحتهم، سواء من حيث بالذات في الاورام اللي بنتكلم عنها اليوم. يمكن قله، ما اتوقع ما يتجاوز 10% من الناس عندهم درايه بانه السمنه هي عامل مهم جدا، ويمكن في السنوات هذه اللي احنا فيها الان اللي 2012 وعلى العشر سنوات القادمه تكون هي السبب الرئيسي للوفيات في من السرطان. يعني الناس اللي بيموتوا من السرطان، احنا الدراسات الى حد الان اثبتت انه 40% من الوفيات بسبب السرطان عند الرجال هي بسبب السرطان له علاقه بالسمنه، و20% من النساء وفياتهم في امراض السرطان بسبب السمنه. يعني لو ما في سمنه ما راح يصير لهم سرطان، وبالتالي ما راح يموتون. يعني هذا معنى البسيط للموضوع. فهالناس ما عندهم للاسف وعي عن العلاقه دي بين السمنه والاورام اللي في كل انواع. احنا عندنا اجزاء يمكن نتكلم عنها تصيب، يعني اجزاء في الجسم هي معرضه للاورام نتيجه للسمنه اكثر من غير الاجزاء الاخرى في الجسم. نعم دكتور، يعني بسطت لنا الفكرة، لكن أحب كمان أبسطها أكثر للمشاهدين. كيف بيتم فعلا، كيف بتأثر فعلا السمنة في حدوث الأورام الخبيثة؟ بلغة بسيطة ممكن نوضحها للمشاهدين. طيب خلينا، ممتاز، خلينا نقول إيش الأماكن أولا اللي ممكن تصاب بالسرطان عند الناس البدناء. احنا عندنا المريء، هذا جزء مهم جدا، تزيد نسبة الأورام عندهم نسبة كبيرة، يمكن تصل إلى 4 مرات من الناس العاديين هذا وراء الأورام المريء. بالنسبة للرجل أيضا والمرأة عندنا القولون والمستقيم. بالنسبة للمرأة سرطان الثدي وسرطان الرحم يعني شيء منتشر. بالنسبة أيضا للرجل عندنا البروستات أو سرطان البروستات. هذه يمكن الأورام المهمة جدا الشائعة اللي لها علاقة مرتبطة بالأورام. ليش طيب؟ يعني ليش أنه بصير عند هذا أنه مثلا وزنه زائد وبصير عنده نسبة؟ هناك نظريات كثيرة، منها يمكن من أهم النظريات هو زيادة الإنسولين. كل الناس لو جينا الناس اللي أمامنا الآن ووزنهم زائد، يعني سواء سمنة أو زيادة وزن عالية، وعملنا لهم فحص
الانسولين نجد نسبه كبيره عندهم زائد هرمون الانسولين اللي هو هرمون طبيعي في الجسم، لكن للاسف يزيد بنسبه عاليه جدا. فهناك علاقات تربط بين زياده مستوى الانسولين وقابليه الانسان للاورام، ويعني يسمى ميتابوليك سيندروم، انه له اثار معينه محدده. العامل الاخر المهم جدا هو ان ننظر للخلايا الدهنيه في جسمنا كجزء او عضو يفرز هرمونات متغيره ويفرز مواد متعدده، يعني منها يعني الدهون في اجسام الاشخاص ينظر لها كانها جهاز غدد مختلف كليا، يفرز هرمونات، يفرز مواد نشطه، يفرز مواد اخرى. فالدراسات اثبتت انه هذه الدهون تفرز هذه المواد، ومنها الاستروجين ومنها التستوستيرون عند الرجل او المراه، ومنها ديبونكتينز، ومنها اسماء مختلفه جدا. المواد اللي تفرز هي في طبيعتها عند مستوى معين قد تكون مسرطنة، بمعنى أنها تشتغل على الخلية وتغير تركيبة الخلية بشكل معين، وبالتالي تؤدي إلى أن هذه الخلايا قابلة لأن تكون خلايا سرطانية أو تتحول إلى خلايا سرطانية. هذا جزء يعني مهم بالنسبة لنظرية تكوين الأورام. الجزء الآخر وهو ربما الأخير هو أنه حساسية الخلايا وتغيرات الخلايا تتغير مع الوقت بالنسبة لما تكون في وسط دهني أو في مجال دهني أو في شخص عنده دهون زائدة. تتغير الخلية وتركيبتها تقبل للانقسام بشكل غير متحكم فيه، والتحكم في الخلية يتغير، وبالتالي تحدث الأورام في أجزاء من الجسم. فإذا هي متعددة العوامل، منها تغير في الهرمونات، ومنها تغير في طبيعة استقبال الخلية ووقاية الخلية وحمايتها والمناعة وجهاز المناعة، ومنها اللي هو أنه يكون في بعض التغيرات الأخرى اللي يمكن لسه ما عرفناها، لكنها تؤدي في الأخير إلى النسب المخيفة من الأورام، بأن نستطيع أن نقول أن السمنة هي قد تكون السبب الرئيسي أو الريسك أو العامل المخاطر الرئيسي لتكوين السرطان عند الناس اللي الآن في المجتمع في الوقت الحالي. نعم. طب بالنسبة لعامل السن، عامل الإيش؟ السن، العمر، يعني هل ممكن تظهر في سن معين؟ هل العمر أوكي، سن ممتاز. تفضل. جميل جدا، سؤالك وجيه جدا، لأنه في دراسات تقول أنه مثلا خلينا نتكلم عن السرطان الثدي، ذكرت بعض الدراسات أنه نسبة خطورة المرأة لتكوين سرطان الثدي إذا كان عندها سمنة تزيد بعد سن الياس، بينما في سن 18 إلى سن ربما 45 تكون خطورتها أقل. يعني خلينا نقول واحد أو اثنين مرة زيادة في العمر هذا، لكن إذا زاد وصلت سن الياس زيد ثلاثة أربع مرات. أما بالنسبة للأعمار الأخرى فكل واحد، طبعا احنا نعرف أن أي واحد يتكون عنده سرطان محتاج على الأقل 10 سنوات لتتغير الخلية من خلية طبيعية إلى خلية فيها تعدد وتغيرات متعددة، إلى أن تصير خلية سرطانية، إلى أن تظهر إلى ورم أو تكوين. هذا 10 سنوات عمر، عادة العمر تكوين السرطان في أي جسم سواء سمين أو غير سمين. فإحنا نعرف أنه صحيح أنه بدايتها وخطورتها تبدأ في سن الطفولة، ولكن ما راح نشوفها إلا في سن البلوغ أو سن الكبر، الناس اللي عندهم سمنة مفرطة. فهذه هي العلاقة بين السن والأورام. يمكن نعم. عامل مهم جدا اللي المفروض نتكلم عليه أيضا اللي هو إيش يصير للناس؟ هل ممكن أنه نتفادى بنزول وزننا؟ لو تغير الوزن عند الشخص هل ممكن أنه يتغير قابليته للورم تكوين الأورام؟ هذه من الأشياء اللي ربما نتكلم عنها اليوم يعني. نعم. طيب خلينا نتحدث كمان عن الأورام الأشد خطورة. هي معروف أنها كلها خطيرة، بس أكيد في أشياء أشد خطورة من غيرها. والله احنا ننظر الخطورة من ناحيتين، خطورة المرض انه ما يكتشف مبكر. يمكن القولون من الأورام اللي منتشرة عندنا في الدول العربية ويمكن في السعودية، هو يعتبر من أكثر الأورام انتشارا في الرجال، والآن في النساء صار بعد يعني يمكن التدخين وقلت نسبة التدخين فقل سرطان الرئة، وعند المرأة بدأ الاكتشاف المبكر سرطان الثدي، فصارت الأورام القولون منتشرة يعني. القولون مهم جدا لأنه ربما ما يكتشف إلا متأخر وتصير مضاعفات. الثدي، أورام الثدي لا شك أنها مهمة. الرحم خاصة المرأة اللي ما بتتابع ولا بتسوي مسحات ولا ربما يكون عنق الرحم أو الرحم تصير له أورام، يجب أن تنتبه لها. فإذا يمكن خطورة الورم هي في المرحلة اللي اكتشف فيها، وفي الغالب للأسف الأورام اللي في المناطق الغير واضحة للشخص واللي ما تعمل اكتشاف مبكر هي أكثر خطورة، زي الرحم، زي البروستات للرجل، زي القولون، هذه يمكن أخطر الأشياء، زي المريء. المريء من أخطر الأورام اللي ممكن تصيب الرجل أو المرأة أيضا. والسمنة تسبب، هذا أحد الأسباب اللي ما ذكرناها، تسبب ارتجاع المريء. يعني الناس كثير اللي يسمعونا الآن وعندهم وزن زائد يقول لك أنا والله أنا عندي حموضة في
المريء، والسبب انه الدهون في البطن تخلي الحمض يرجع الى المريء والمعده ما تتحمل الضغط اللي عليها، فتسبب شيء اسمه باريت اسوفاجس اللي هو تغير في خلايا المريء نتيجه الحموضه المتكرره من المعده، وهذا بحد ذاته يؤدي الى ورم المريء، وهو من اخطر الاورام اللي قد اذا وصلت الى مرحله معينه ما لها علاج، يعني علاجها جراحي وللاسف انه الشفاء نعم. منه قليل جدا. فهذه اخطر الاورام. الجانب الاخر ربما اللي يمكن يفيدنا في حلقتنا اليوم، اللي يمكن جزء من برنامج الروتانا ومشاركتها في الوعي للناس الجزئية السمنة هذه، انه اذا نقص، وهذه الدراسات اثبتتها، لو نقص الشخص 1 كيلو من وزنه، والعالم كله حرصوا على هذه الناس اللي وزنهم زائد، لو اخذناهم كلهم نقصنا 1 كيلو من كل واحد، نستطيع ان نقلل نسبة الوفيات من امراض من الاورام بنسبة 100,000 سنويا، يعني 100,000 شخص ممكن يموتون بسبب الأورام مجرد أن ينقص 1 كيلو من وزن كل الأشخاص المصابين وعندهم سمنة. فإذا الوقاية هي مهمة جدا. نعم 1 كيلو فقط. إحنا نقول هذه دراسات، إحنا نقول 10% من وزن الشخص الزائد، لو أنا عندي مثلا 100 كيلو ونقصت 10 كيلو، أنا ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى أتفادى 90% من الأمراض اللي ممكن تصير لي، منها الأورام ومنها الأورام الأخرى، السكر والضغط وغيره. لكن موضوعنا الأورام بإذن الله بنسبة 90%، لو أنا شلت 10% من وزني الزائد أستطيع أن أتخلص من هذه الأورام بنسبة 90% ومشاكلها. وهذا واجب علينا إحنا كمجتمع وناس اللي نسمع أن نحاول قدر الإمكان نقلل وزننا، وله آليات مختلفة ناقشناها في حلقات أخرى في البرنامج. العامل الآخر أنه العمليات هل لها دور في أن يتنزل وزني؟ وأحاول نعم العمليات الجراحية لها دور وأثبتت أنها أكثر فعالية، ويمكن الناس ينزلون 70% من وزنهم الزائد، يعني اللي عنده مثلا 100 كيلو زيادة ممكن ينزل 70 كيلو ينزل 60 كيلو، وبالتالي يعني نستطيع أن نقول أنه بالعلاج سواء يعني نزول الوزن سواء بطرق وقائية حمية ورياضة وما إلى ذلك أو بجراحات تستطيع أن تتخلص من المشاكل اللي تكلمنا عليها، والأورام اللي هي 40% من عند الرجال و20% عند النساء تستطيع أن تتخلص منها. نعم. بالتزامك بهالبرنامج الأغذية ونزول الوزن بنسبة كبيرة والحفاظ عليه، وهذا أهم شيء الحفاظ عليه المدى بعيد. يعني دكتور أنا خلصت اللقاء اليوم، ممكن أنصح المشاهدين معك بنصيحتين حسب ما فهمت من حوارك، أنه لازم الفحص المبكر دائما عشان يتلاشى الأورام، ولازم ينزلوا من أوزانهم إذا كانت مفرطة. هذه النصيحتين الأساسية. نعم هذه نصيحتين مهمتين جدا، وانه اذا نزل وزنهم يستطيعون الكلام كله هذا اللي قلناه ما يفيدهم، يعني نقول لهم خلاص تخلصتوا من الوزن، تخلصتوا من كل المشاكل اللي نتكلم عنها الان وسمنه وورام وما الى ذلك، واذا ما تخلصتوا منها وتخلصتوا من الوزن فالنسبه موجوده معاكم والمخاطر عليكم اعلى واسوء، يعني بالنسبه لمخاطر الاورام. ايضا شكرا. جزء اخر بالنسبه لي نعم جزء اخر ايضا هو انه هل أنا أسف استجابة الشخص للوزن استجابة للعلاج للكيماوي وغيره، لو وزنه عالي استجابته أقل، لو وزنه يعني نزل يستجيب للعلاج علاج الأورام حتى بذاته، حتى لو ما له علاقة بالسمنة لو عالجناه ممكن يستجيب بشكل سريع إن شاء الله. نعم الدكتور عايد القحطاني شكرا جزيلا لك، استشاري جراحة السمنة والمناظير، وبإذن الله راح نلقاك الأسبوع المقبل في نفس الموعد مع مواضيع أخرى لمكافحة السمنة. مشاهدينا افتتحت في الرياض ندوة لمناقشة موضوع السمنة في السعودية بحضور عدد من الأطباء المختصين في جراحة السمنة والمناظير، نتابع. أقيم في مدينة الرياض التجمع الأكبر عالميا لجراحي المناظير، والذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط، وهذا المؤتمر الأسيوي يضم أكثر من 200 متحدث دولي من رواد جراحة المناظير حول العالم. الحمد لله المؤتمر هذا نشتغل عليه من حوالي تقريبا 12 سنة حتى نحن نستضيف في المملكة العربية السعودية، وكان الغرض الأساسي هو تبادل خبرات مع الجامعات العالمية والمؤسسات العلمية العالمية، وإبراز دور الجراح السعودي المتطور في هذا البلد، لأنه الدور إعلاميا في العالم ضعيف جدا. كنا المنظمين المؤتمر من الألف للياء طلاب وطالبات جامعة الملك سعود، نتمنى النجاح لفعاليات هذا المؤتمر مع الفعاليات المصاحبة، كما أتمنى لكل الضيوف العزيزين على قلوبنا والعلماء في جراحة المناظير من كل دول العالم
بإقامة طيبة في جامعة الملك سعود وفي رحاب الوطن الغالي. ويغطي هذا المؤتمر أحدث الإنجازات الجراحية في أكثر من 11 تخصصا جراحيا، ويضم المؤتمر جلسات استعراض لأهم الإنجازات والتطورات الجراحية على المستوى الآسيوي، بالإضافة إلى أكثر من 500 مقترح بحثي دولي ومحلي. كما تميز المؤتمر بحضور واسع غير متوقع، والذي ساهم في تبادل الخبرات الدولية وتوطيد العلاقات بين الجامعات المحلية والدولية، مما يزيد فرص التعاون المستقبلي وفتح باب التطوير والابتعاث لجميع الكوادر الوطنية. مشاهدينا، آخر فاصل في سيدتي اليوم، خليكم معنا.